شهد انا جربت كل انواع اليوغا، جربت اشتانغا، جربت هاثا يوغا، ايريال يوغا، لكن اليوم اول مره حجرب معاكي الفيس يوغا. معي انا. عمرك يعني جربت الفيس يوغا؟ شو هي فيس يوغا؟ فيس يوغا لا للوش. بعرف مساج للفيس. حنعمل فيس يوغا هلا. اول شيء خليني اقول لك ليش في فيس يوغا. أوكي. طبعا دحين كثير ناس بيلجأوا لمستحضرات تجميل كثير، وفي ناس بيلجأوا للبوتوكس والعمليات بس عشان ايش؟ يبان الوش نضر وما يكون في خطوط واصغر واصغر. لكن الفيس يوغا اكتشفوا انه مع الاستمرارية اذا الواحد عملها لمدة 20 دقيقة على مدى الاسبوع بعد كل يوم 20 دقيقة على مدى الاسبوع ممكن تلاقي الفرق في مجرد اسبوعين. يعني تخيلي حتلاقي وشك صار نضر وحتلاقي انه حتى الاكسبريشنز وعضلات وشك تغيرت. ف بداتي استني شوي حمستيني. الهدف من الفيس يوغا هو انه في عضلات في الوش بنستعملها مره كثير، زي مثلا الخطوط التعبيريه اللي في وشنا فبتعلم صح، وفي كمان عضلات في الوش ما بنستعملها ابدا. فالفيس يوغا ترخي بعض العضلات اللي بنستعملها كثير، كانه عم تعملي ستريتشنج لوجهك. يعني بالضبط هو ستريتشنج للوش. جاهزه؟ يلا. أيه. اوكي ان شاء الله هلا بدنا يطلع شكلنا. هو حيطلع شكلنا يضحك بس خلاص. ما يهم. اوكي مستعده؟ طيب سو اول حركه انه لازم كانك حتنفخي وشك أكثر من هيك. يلا سوي معي. حنسويها لمدة 10 ثواني. طيب ريدي؟ 1 2 3. شهد يلا. اوكي دحين حنسوي حركة ثانية. ايش الشفة من فوق كأنك تبغي تنفخي بس الشفة من فوق، يعني المنطقة هذه بين الأنف والشفة اللي فوق. اوكي سو اوكي. اوكي يلا. طبعا انا بعمل على التلفزيون هاي الحركات. طب ابغى اقول لك احنا المفروض هذه الحركات الفيس يوغا الواحد يعملها كل يوم بس لوحده لما ما حد يتفرج عليه. احنا بنشاركها مع الناس كلها بس ايش؟ كبش الفداء نحن هيك. يلا يلا اللي بعدها حننفخ الجهه هذه بس اللي تحت الشفه والدقن كانه هنا بس. اوكي نعم اوكي. لا استني انا عملت غلط. اوكي 10 ثواني كل شيء لازم 10 ثواني. دحين حنسوي بعض الحركات بس كاننا بنسوي مساج لوشنا بايدينا. ايوه سو الثلاث اصابع هذه والثلاث اصابع هذه حنرفع ما فوق الحاجب. اوكي سو بس على فوق. اوكي بعدين دحين بيدينا كده حنشد كانك بتشدي خدك على الجنب. اوكي اللي عم يحضرنا على الميوت بيكون مفكرنا ان شاء الله يكونوا بيسووا زينا. اوكي اخر واحده من فوق الراس كاننا حنشد الجبين على ورا او على فوق. اوكي سو من هنا بس بايدينا بنشد يعني مش ما بنرفع حواجبنا. لا رخي وشك عادي وعلى فوق. هدول من الحركات اللي انا متاكده في كثير بعد حركات. اكيد في حركات مره كثير ومن جد لو فتحتي وقراتي عن الفيس يوغا ولو رحتي شفتي اليوتيوب حتلاقي في اشياء مره كثير. وحتى ما تلاحظي كثير ناس لما يحطوا المرهم الوش يقول لك لازم شويه تعملي لفوق بالضبط. فحلو مره الواحد انه يبدا كذا يقرا عن موضوع الفيس يوغا ومساج لليوغا وكمان يتعلم كيف الواحد لازم يحط الكريمات حقت الوش عشان دائما يكون الوش بنضاره ودائما يكون شكلنا
صغير وشباب وما يكون عندنا كثير خطوط. وهول حركات عدوهم بالبيت.